ينضم الينا هاتفيا دكتور حسام سلام عضو لجنه الدعم للثروه الحيوانيه بوزاره الزراعه. بعد التحيه، في مصر في هذه الفتره بتهدف تحقيق الامن الغذائي والاكتفاء الذاتي من الغذاء الصحي والامن المستدام. كيف ترى سيادتك اهميه هذا المشروع في ضوء ما تحقق؟ مساء الخير واهلا بحضرتك وكل مشاهدينا الكرام. اهلا بحضرتك. بدايه، اهتمامات معالي الرئيس بالثروه الحيوانيه بدأت معانا منذ ما يقرب من 7 سنوات، وتحديدا منذ عام 2017، وتحديدا أيضا مع إطلاق فخامة الرئيس للمشروع القومي إحياء البيفيلو. وما ساهم في هذا المشروع من زيادة اكتفائنا أو نسبة اكتفائنا الذاتي من اللحوم الحمراء، حيث أن نسبة الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء قبل عام 2017 لا تتجاوز 40%. وصلنا لنسبة اكتفاء ذاتي تجاوزت 60%، ده بالنسبة للموقف الحالي. احنا كلنا شفنا مجمع اللي تم افتتاحه اليوم في مدينة السادات. المجمع تم افتتاحه على مساحة 1000 فدان لعدد 6 مزارع مجهزة بأحدث النظم العلمية والتكنولوجية لإنتاج عدد 3000 رأس تسمين، وايضا 5 مزارع منها او يوجد بها عدد 5000 راس حلاب لانتاج كميات من الالبان السائله مقدره يوميا بحوالي 150 طن لبن يوم. كل هذه العمليات من الانتاجيه بتتم وفقا للمواصفات والاشتراطات القياسيه العالميه وباحدث التقنيات التكنولوجيه. يمكن احنا شفنا من خلال افتتاحات فخامه الرئيس إن عمليات الحلب الآلي بتتم من خلال المحلب الآلي، يعني يوجد بالمشروع محلب آلي بطاقة 48 نقطة. المحلب الآلي متوصل بشكل مباشر بمركز لتجميع الألبان داخل المزرعة. بيتم استقبال الألبان على درجة حرارة 37 درجة مئوية، وبيتم تبريدها حتى تصل في تنكات التبريد إلى 4 درجة مئوية. عمليات التبريد دي بتساهم بشكل كبير على تقليل العد البكتيري وتحسين جودة الألبان. ده بشكل مباشر اللي بيتم. ده أيضا ده بيتم بعد إجراء الاختبارات والفحوصات المعملية المختلفة. أيضا كل حيوان من اللي موجود له سجلات مختلفة، سواء سجلات رعائية أو سجلات نسب أو سجلات إنتاج مختلفة، بالإضافة لوجود مركز طبي بيطري مجهز بأحدث التقنيات العالمية لتوفير كافة الاحتياجات البيطرية للمزارع والوحدات الانتاجية. دكتور حسام سلام، الرئيس السيسي تحدث كثيرا عن ضرورة تحول الانتاج الغذائي لصناعات كبيرة متكاملة تسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي، وأيضا للتصدير الفائض بمواصفات عالمية. كيف ترى ضرورة تحقيق ذلك في إطار المستهدف؟ في نفس الوقت كيف ترى تحقيق ذلك اقتصاديا على مستوى أيضا تحقيق فرص عمل متاحة للشباب في الفترة الحالية؟ بالنسبة لتحقيق الأهداف اللي أعلن عنها فخامة الرئيس، بدأنا بشكل مباشر من خلال إطلاق العديد من المشروعات القومية لتطوير الثروة الحيوانية، وكل هذه المشروعات تم إدراجها ضمن مبادرة البنك المركزي لتمويل المشروعات الصغيرة بقروض ذات فائدة متناقصة 5%. يعني على سبيل المثال، احنا بدأنا في مشروع قومي لإحياء البيفيلو، وكذلك المشروع القومي للتحسين الوراثي وتأصيل سلالات عالية الإنتاجية، مرورا بالمشروع القومي لتطوير وإنشاء مراكز تجميع الألبان. وما تساهم فيه هذه المشروعات من زيادة الإنتاج وتقليل نسب الاحتياج الخارجية من منتجاتهم. يعني على سبيل المثال، تطوير مراكز تجميع الألبان ساهم بشكل كبير في زيادة، من خلال المراكز المطورة، في زيادة الإنتاجية بكمية ألبان تجاوزت 2500 طن لبن يوم. ولا يخفى عن الجميع أن احنا عندنا اكتفاء ذاتي من الألبان، ويوجد فائض تصديري في هيئة منتجات ألبان. ده كله في إطار خطة لتحسين وتعظيم الاستفادة والعمل وفق المواصفات والاشتراطات القياسية المختلفة. ده اللي بادئين معاه. وايضا بالنسبه للمشروعات الثروه الحيوانيه، بيتم عمليات التمويل بما يتناسب مع صغار المربين والمراه المعيله،
من خلال التضافر ما بين وزارة الزراعة وجميع الجهات الحكومية المختلفة ومنظمات المجتمع المدني. نعم. العديد من البنوك. نعم. الوطنية. دكتور حسام سلام، عضو لجنة الدعم للثروة الحيوانية بوزارة الزراعة، شكرا جزيلا لك.